ينقصنا فقط. ولازم اقول برضو نفس الكلمه اللي بقولها، انه على الرغم من كل مساوئ كارلوس كيروش ولكنه طور الجانب الجماعي في المنتخب اكتر من كابتن حسام البدري. طبعا كابتن حسام البدري مدرب كبير، انا ما حدش يقدر ينكر كابتن حسام البدري، ولكن كان عندنا مشاكل تحقيقات كابتن حسام البدري، كارلوس كيروش الى حد ما ظبطها. الازمه المتكرره، محمد صلاح نجم كبير طبعا، ما بننكرش حقه في التامين والكلام ده كله، ولكن ازمات المتكرره يعني نلاقي لها حل، احنا لازم نلاقي لها حل، مفيش هو لازم نلاقي لها حل. ازمه الاعلانات من 2017 لحد النهارده، ازمه الاعلانات متكرره. ازمه التامين، طب خلاص يا جماعه لو متضايقين من تامين محمد صلاح، كل واحد يجيب له 2 بودي جاردات يمشي وراه، فقصدي هو خلاص خلونا نتعامل مع الامر الواقع. جت من الكاميرا مديره الفندق وطبعا والامن هناك، وقال لك احنا بنامن محمد صلاح، ده بس مش ده ايقونه مصريه، ده ايقونه افريقيه، بالظبط، وهنامن بقيه المنتخب ونامن الناس اللي تكون موجوده. انا معرفش الناس مستغربه ليه، احنا بنشوف كريستيانو رونالدو بيمشي وراه بودي جاردات، بنشوف ميسي بيمشي، ساديو ماني بيمشي وراه بودي جاردات، ما الناس كلها، كل نجوم العالم اللي هم الصف الاول بيمشوا وراهم جاردات، احنا ليه مستكترين على محمد صلاح ان هو يمشي وراه؟ كان في وقعتين غريبتين، ان الجارد ينزل معاه وهو بيسخن في في في, في ماتش مصر، ان الجارد ينزل معاه ارض الملعب وهو بيسلم على الكباتن، ان كابتن ضياء السعيد يروح يقول له كلمتين فالجارد يمنعه، دي كانت وقائع غريبه، ولكن الفكره من وجود جارد مع محمد صلاح دي مش وقائع غريبه على الاطلاق، ده وضع طبيعي جدا. ولكن اللي مش طبيعي ان احنا نلاقي نفس الازمات بتتكرر في كل بطوله وفي كل معسكر من غير ما نلاقي حل، من غير ما حد ما يروح يقعد كده مع الاعلاميين يقول لهم يا جماعه دلوقتي احنا، عشان انتوا بتسالوا السؤال ده كتير، احنا عندنا 1 و2 و3 و4، ازمه الاعلانات نجيب مدير تسويق في الاتحاد يحكي القصه عامله ازاي، يحكي حقوق محمد صلاح وحقوق الاتحاد. بنعيد المواضيع كل مره وبنتكلم كل نفس الكلام يعني تحس ان مفيش حاجه بتتغير، مفيش حاجه بتتغير، انتخابات بتحصل وبتتظبط وعادي يعني. وبدل ما نركز في عمر مرموش احسن ولا تريزيجيه ومصطفى محمد هيلعب دوره ايه، بنركز في التأمين وفي الاعلانات وفي حاجه ثانيه. مثلا الازمه دلوقتي ايه؟ احنا مش لاقيين اوضه رقم 46. ايه اوضه 46؟ احنا عندنا 45 اوضه محجوز لمنتخب مصر في الفندق بتاع جروه. 45 اوضه حلو، منتخب مصر عايز اوضه 46 يشيل فيها المعدات بتاعته والاكل والادويه والحاجات دي كلها. الفندق رفض يديله. تمام، حلها السفير اتدخل والتأمين كان قصة كبيرة جدا. طيب، وحلها ان هم رحلوا اللعيبة عشان بدل ما يبقوا كل 2 في اوضة يبقوا كل 3 في اوضة عشان نفضي اوضتين نحط فيهم المعدات. ده ينفع ده يعني احنا كده لا قدر الله لو حد اتصاب بكورونا يعني 3 راحوا، يعني بدل ما نايز الموضوع بنختصر الموضوع على ناس ولا لا، احنا 3 راحوا، واحد جاله كورونا ضرب معاه 2 كمان، مفيش مكان تاني نحط فيه. ما قال لك لا، سيادة السفير قال لك، ودي ممكن يكون معاه حق فيها، قال لك ما ينفعش ان المعدات تطلع بره الفندق عشان سهولة التأمين، البعثة والكلام ده كله. فيعني الأزمات بتحيط بالمنتخب في الوقت اللي لازم المنتخب يبقى في قمة تركيزه في كورة وفي الماتشات وفي تكتيك كارلوس كيروش وفي الانسجام ما بين اللعيبة، الناس بتفكر في حاجات تانية. اتمنى كل دوت يتشال سريعا عشان احنا عندنا ماتش مصيري جدا بعد بكره قدام نيجيريا. بالزبط، الفوز بتاع نيجيريا مش مهم على نيجيريا قد ما هو مهم لباقي البطوله. تمام، الفوز بيجيب فوز، فوزك على نيجيريا ممكن يعني فوزك بالبطوله. تمام، خسارتك من نيجيريا مش عايز تتفادى انك لا انا بتكلم حتى لما تقابل الفرق الكبيره. بالظبط، قابلت الكاميرون في دور الثمانيه، قابلت كوت ديفوار، قابلت الجزائر، فوزك على منتخب كبير زي نيجيريا بيعني ثقة بالنفس وسرعة انسجام ما بين اللعيبة، تديك دفعة معنوية قدام الفرق الكبيرة. بالزبط، خسارتك من نيجيريا حتى وإن تأهلت ولعبت فرق صغيرة ممكن تخرج، لأن أنت خلاص ما بقاش عندك الثقة في نفسك إن أنت ممكن تكمل لحد الآخر. تمام.